السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم البراونز بطريقة سهلة. تعالوا مع بعض نشوف المكونات والطريقة عاملة ازاي. وحبايبي اللي لسه بيشوفوني لأول مرة، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد بنزله. هنا المكونات معايا سهلة جدا. معايا كوباية دقيق، ومعايا نص كوباية من السكر، ومعايا زبدة كمان مسيحاها اهي، معايا 3 بيضات وفانيليا وشوكولاتة اهو، وكمان كاكاو. الكاكاو اللي معايا ده محلى، تمام. هحتاج بس الكيس كده من النسكافيه. انا حاطه نسكافيه هنا اهو، سبريسو ده بيبقى حلو قوي في البراونز والكيكات عامه. تعالوا مع بعض بقى نشوف اول خطوه هنعملها ايه. ويفضل السكر اللي انت هتستعمليه يكون سكر ناعم. انا هنا ده ما كانش ناعم، كان سكر عادي، حطيته مع الزبده وابتديت اضرب كويس او بالمضرب بحيث ان هو يدوب معايا، تمام اهو بالشكل ده. انا كده خلصت اول خطوة. الخطوة التانية بقى، انا هجيب بولة احط فيها 3 بيضات، تمام، اضربهم كويس. اضيف كمان الفانيليا، هضرب كويس جدا اهو بالشكل ده، مش محتاجة مضرب كهربائي ولا حاجة. في الخطوة دي بقى هبتدي اضيف السكر مع الزبدة اللي انا عملته في الاول، وهخلط كويس جدا علشان يدوب معايا. ويفضل زي ما قلتلكوا في الاول انه يكون سكر بودر، تمام اهو بالشكل ده. انا اخليت فيه كده هو لغايه ما احس ان هو خلاص داب معايا، وهضيف بقى باقي المكونات. هنا معايا بوله، هضيف كوبايه الدقيق، وهضيف كمان الكاكاو الخام عليها، كاكاو خام بس محلى، في كاكاو غير محلى، ده محلى، وممكن كمان تستعمل نسكويك، تمام. هقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعض، مش هضيف بيكنج باودر ولا اي حاجة. هبتدي اضيف بس كيس من النسكافيه اهو. تقدري تستعمل النسكافيه العادي او اللي هو السبريستو ده، جميل قوي بصراحة، انا بحبه. بس كده هخلطه برضو معاهم.
يلا بقى انزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا بقى كل حاجة جديدة انا بنزلها، كل فيديو جديد يوصلكوا. اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس. هنا انا خلاص قلبت المواد الجافة اهي مع بعض، هبتدي بقى ايه اضيفها على الخلطة الاولانية اللي احنا عملناها. بصوا السكر ده ازاي بقى معايا اهو بقى بالشكل ده، اتأكدي ان هو دايب خالص علشان ما يعني ما يعملش كده تكتلات معاكي بس كده. وهضيف حبة بحبة من الدقيق مع الكاكاو وهقلب هضرب كويس. تمام بالشكل ده، هضيفي حبة بحبة مش هضيفي كل مرة واحدة. اهو بصوا الخليط شكله جميل، بصوا اهو بقى بالشكل ده كده. بصوا بقى في تكاية كده يعني دي يعني اختيارية ممكن ما تعمليهاش، بس انا ضفت كمان شوكولاتة اهي مبشورة بشرتها وهضيفها كمان عليها. هجيب بقى البايركس بتاعي وهحط ورق الزبدة، هو ممكن ما تدهنيهوش بس انا هدهنه دهن خفيف قوي وهحط عليه الخليط اهو بالشكل ده. بس كده هبتدي كده اسويه من جميع الجوانب وهدخله الفرن وهرجع لكم. هنا بقى عشان تختبريه ان هو خلاص استوى بخلى كده شيش طاووق، ابتديت ان انا اعمل فيه كروم. لما بتطلع معاكي ما فيهاش حاجه كده خلاص استوى ما فيهاش خليط. تمام انا هكمل باقي الخروم كده اهوت، علشان انا في برضو خطوه اختياريه ممكن يعني هو كده البراونس جاهز للتقطيع او للتقزيم، بس انا بقى بنحبوه كده ايه يعني بوظ خالص. هحط بقى شوكليت من فوق كده سايح برضو وهوريكم النتيجه في الاخر. بصوا بقى التكات والحركات، طبعا الخطوة دي اختيارية من عندي انا اللي عاملاها، هو البراونيز اصلا من غير شوكولات من فوق. تمام انا عملت بقى اهو كده هقطعه ويبقى جاهز للتقديم. وبصوا بقى شكله، ودي كانت النتيجة معايا، ويارب يبقى الفيديو يعجبكم. متنسونيش بقى بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.